الشيخ حافظ أذكر لكم قصة رحمة الله عليه حدثني بها أخوه وشيخه شقيقه الأكبر الشيخ محمد بن أحمد الحكمي رحمهم الله جميعا. يقول في عشر السبعينات حججنا مع شيخنا الشيخ عبد الله القرعاوي رحمة الله عليهم جميعا. في تلك السنة طبع كتاب خلق أفعال العباد أول ما طبع في مصر بالمطابع بالحرف العربي المشرقي طبع في مصر. والشيخ كما رأيتم كتاباته ينقل عن الأدب المفرد لكن بواسطة رحمة الله عليه. فتلك السنة حجوا وذهب هو وأخوه مع شيخهما الشيخ عبد الله القرعاوي رحمة الله على الجميع لزيارة الشيخ محمد حامد فقي رحمه الله، لا استغفر الله العظيم، الشيخ عبد الرزاق حمزة، محمد عبد الرزاق حمزة رحمه الله، محمد عبد الرزاق حمزة كان بمكة المكرمة في الحرم المكي، والكتب أصله مصري رحمه الله، ولكن جاء ومكث في المدينة إماما ثم بمكة المكرمة إماما في الحرم المكي، وكان في مكتبة مكة المكرمة والكتب تفد عليه من مصر. فتلك السنة في الحج جاءه البريد مظرف والشيخ عبد الله القرعاوي والشيخ محمد بن أحمد الحكمي والشيخ حافظ رحمهم الله عنده في المساء، ففتح الظرف البريد الطرد البريدي وإذا به نسختين أو قال ثلاث نسيت أنا من كتاب الأدب خلق أفعال العباد، من كتاب خلق أفعال العباد. أنا قلت أول الأدب المفرد، ها قلت الأدب ولا الخلق؟ لا 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 خطأ، المراد خلق أفعال العباد ينقل عنه بواسطة. ففتح الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة رحمه الله الطرد فوجده كتاب إيش؟ خلق أفعال العباد طبع أول مرة يطبع في مصر وأرسلوا منه للشيخ رحمهم الله جميعا. فلما رآه تكلم عن الشيخ عبد الله قال هذا خلق أفعال العباد وبالشرك جاءنا طبع بمصر. فشهق الشيخ حافظ هكذا حدثني أخوه رحمه الله بمكتب الدعوة والإرشاد بمدينتنا في جازان. يقول فلما جئنا خارجين بعد العشاء تعشينا عند الشيخ وجئنا خارجين طلب أن يعيره الكتاب إلى الصباح فأعطاه نسخة عاره إياها. يقول فنزلنا للمسجد الحرام ومن سوق الليل الذي تعرفونه هدم الآن أي نعم اشترى له كاغدا والقلم معه، اشترى له دفتر نعم اشترى دفترا ونزل. قل فنزلنا إلى المسجد وكان المسجد حصباء، مسجد الحرام حصى ما في إلا حلقة دائرية صغيرة حول الكعبة مبلطة بالرخام القديم الذي إذا جاء الظهرية لا يمكن أن تمشي فيه إلا بنعال أكرمكم الله وإلا تتقطع رجولك من حرارته، ما هو مثل الآن رحمة الله على الملك خالد لما ذكر له الجبل في اليونان العاكس بالرخام الذي الشمس تسلط عليه فيأتي بارد، فذكروا ذلك له لأجل أن يجعله في قصره في الرياض رحمة الله عليه. فأول ما طرأ عليه قال لا بل للمسجد الحرام، فأمر بأن يرخم المسجد الحرام به قبل بيته رحمة الله عليه، وهذا معروف عندنا بالإسناد الصحيح رحمه الله. الشاهد يقول فأخذ دفترا ونزلنا إلى المسجد وأنا وصلت تسننت حطيت رأسي نمت على الحصى الشيخ محمد وقلت له إذا أنت تبغى تسهر إذا جاء آخر الليل صحني خلطي. يقول وبدأ يخط الكتاب ينقله، كتاب ما هو مطبوع ولا هو موجود وحتى مخطوط ما هو عند الشيخ وأول مرة يرى. يقول فما أذن المؤذن الأول إلا والشيخ يقول وصلى الله وسلم وبارك على عبد رسولنا من محمد، نسخ الكتاب كله بقلمه وتسنن وأيقظ الشيخ محمد يوتر
وقال له يا شيخ أنا أبغى أنام حتى يؤذن المؤذن. قال له ما نمت؟ قال له لا. فأذن الفجر فأقعده الأذان الثاني فصلوا، وبعد الفجر ذكر الله قليلا ثم غفى حتى قبيل طلوع الشمس، فأيقظه الشيخ، وكانوا متواعدين للإفطار عند الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة مع شيخهم. فجاء الإفطار وذهبوا، فلما جاء أفطروا رحمه الله خير، عينوا من الله خيرا، سلم الكتاب إلى الشيخ قال زاك الله خير، قال ما شاء الله قرأته، قال ونسخته. فداعبه الشيخ عبد الله القرعاوي، قال بل يا شيخ محمد قل وحفظه. قال سكت له الشيخ ما تكلم. قال لعلك تسأل يا شيخ تتذاكر ونتذاكر فيه. يقول فكان الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة يسأل الشيخ حافظ وهو ممسك الكتاب، والشيخ حافظ لا يشتبه بيده شيء، فيسأله فيجيبه بالحديث بإسناده يسوقه. شوف، فلما ناقشه في عدد من المواضع متفرقة فرغ من ذلك وقال الكتاب هدية لك. نعم، هكذا حدثني الشيخ محمد رحمه الله ورحمهم الله جميعا. فانظروا إلى الهمة. يذمون الحفظ نسخة ثانية. أيوه هذا يقول لك اليوم، قال لك حفظ أنت إذا كان يحفظ الكتاب قال نسخة ثانية في المكتبة. لا، المكتبة تبغى حمال من يحملها لك، لكن هذا معك سلمك الله الكنز. وهذه الكلمة الآثمة المراد بها التزهيد في مسألة إيش؟ الحفظ، فتطلع صفر ولا شيء.